مساء الخير. في اعترافات هذا الأسبوع نلتقي السيدة سعاد عبد الرحيم رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. السيدة سعاد عبد الرحيم مرحبا بك. مرحبا بك. أنت دراستك علمية معناتها وصيدلانية بالأساس. شنو اللي جابك لعالم السياسة؟ وعالم السياسة أنا بديته على بكري، معناها بديته مباشرة في الجامعة التونسية، معناها حتى 19 سنة ما عنديش في عمري. كنت موتيفي برشا باش نكون موجودة في العمل النقابي، أي أنه ممكن هذه موجودة في طبيعتي، ندافع على اللي نحسه ربما مظلوم، ربما ندافع على اللي نحسه عنده مشكلة نحاول نقف معاه، هذه موجودة في الطبيعة متاعي. أول ما دخلت الجامعة التونسية كانت فما صراعات كما نعرفوها اليوم بين الإسلاميين وبين اليسار حول تكوين النقابة. أنا رأيي كان دائما هو ضرورة التوفيق بين الأطروحتين، معناها بين اليسار اللي وقتها فما اتحاد عام طلبة تونس اللي يحب يسترجعه ومتمسك به، وبين أطروحة التأسيس اللي كان يدعي لها الاتجاه الإسلامي. من هذا الباب معناها دخلت على أنه ضرورة أنه نشرك الطالب المستقل اللي ماهوش منتمي سياسيا الحزب السياسي. ومن هنا كانت الانطلاقة متاعي على أثر تدخلي في اجتماع ميتينج كبير في كلية الحقوق. كانت الانطلاقة التدخل في ميتينج كلية الحقوق. لكن السياسة حملتك للسجن 21 يوم، سجن سنة 85. أي لأنه أنا من الانطلاقة هذيك بعد ترشحت وتم انتخابي كعضو مكتب تنفيذي، وتعرف أنه ممكن تصير أحداث وتحمل المسؤولية للقياديين في منظمة معينة. أنا كنت عضو مكتب تنفيذي، صارت أحداث في مطعم جامعي في مستير. كي صارت الأحداث هذيك أنا مشيت باش نهدي الأوضاع، يعني فما اعتداء على المطعم أنذاك. أنا كنت نقول لي مطعم هذايا هو المطعم متاعنا، وحتى إذا كان عندنا مشكلة في نوعية ولا كاليتي متاع ماكلة ولا حاجة هكي، مانيش باش نقوموا نكسروا الآلات اللي موجودين ولا الأدوات الموجودة ولا الأواني اللي موجودة، لأنه هذاك مكسب للطلبة أنذاك. تدخلي هذاك كلفني معناها مرور عبر التحقيق، كانت قضية جنائية، تعديت على التحقيق وتحقيق وقفني. التهمة وأنه أنا كنت قائدة، معناها كما عطيت الإذن هو يقول السيد حاكم التحقيق أنذاك، يقول هو أبش فتلك في حاجة. أنا وقت اللي سمعت بالأحداث مشيت للمطعم وحاولت توقيف الأحداث هذيك، وقفت وعملت كورتون ووقفت الطلب اللي هيجين أنذاك، وقلت الكلام هذا المطعم نتاعنا احنا وماهيش هذه، مش هكا نحلوا، مش بالطريقة هذه راني نحلوا المشاكل. بما أنه وقع هدوء في الاحداث، دونك استنتاج السيد حاكم التحقيق وقتها على انه انت عطيت الاوردر باش يبدا وكما انت عطيت الاوردر باش يوفى، ولكن التحقيق اثبت فيما بعد انه ما عندي حتى علاقه، ولي انا بالحق معناها كيف مشيت هكاك باش نهدي الاوضاع. وقلت احنا عندنا النقابه والنقابه دافعين على مطالبنا، وراهو عن طريق المؤسسات نطالبوا مش بالطريقه هذه اللي باش نكسروا وندقدقوا بها ممتلكاتنا احنا. هذاك علاش من بعد في التحقيق الثاني معناها سيبني سيد حاكم التحقيق بعد 21 يوم من الإيقاع. كانت تجربة 21 يوم كانت قاسية، لأنه حسيت فيها برشا بالظلم، لأنه كان جاء تم إيقافي على حاجة أنا عملتها، على مثلا تكوين نقابة وإلا على الانتماء لمنظمة معينة كنت نتفهمها، ولكن تم اتهامي بأني أنا كنت وراء الأحداث هذيك في مستير في وقت اللي أنا مشيت باش نوقف الأحداث. من 85 حتى الجيل الانتخابات 23 اكتوبر نسمعوا اسم سعاد عبد الرحيم، وقالوا كون سعاد عبد الرحيم هي الورقه الرابحه، الورقه النسائيه الرابحه لحركه النهضه. هل بالفعل كانت ورقه رابحه بالنسبه لحركه النهضه؟ نخليه ربما الإعلاميين والمجتمع المدني وبعض الخبراء في السياسة ليقيموا هل أنه كنت ورقة رابحة أو ورقة غير رابحة. ولكن أنا نقول كانت عندي رسائل معينة، حاولت نأدي الرسائل هذيك. يعرضوني برشا عباد في الشارع يقولوا لي راهو احنا كيف نراوك مع كتلة حركة النهضة راهو نتهنئ، نهار اللي ما نراوكش قاعدة في الكتلة نخاف ونقول مشيش يدور علي، وكأنه كنت ضمان البرشا الناس اللي كان عندهم تخوف. وقلت أن التخوف مشروع، معناها من أي حركة جديدة توجد في البلاد، معناها كنت عندي رسائل حاولت نبلغ الرسائل هذيك. كيف كان كذلك رسائل من قبل حركة النهضة وأنها تلتزم بالأنموذج التونسي، وأنه ينجم يكون ناس غير منتمين للحزب ك
كما انا غير منتمي للحزب، ولكن ممكن ان يكون بيناتنا عمل تشاركي لاننا مع الديمقراطيه التشاركيه، معناها ينجم يكونوا من بين قياداتنا ومن بين الكتل اللي احنا في وسط الكتله اللي احنا متواجدين فيها، وكما صار الائتلاف الحكومي فيما بعد ينجم يكون عندنا ناس مستقلين عن الحزب ولكن موجودين. كانت التجربه هي حتى في انتخابات 89، في انتخابات 89 كان الجهاز الاسلامي انذاك مقدم قائمات مستقله، هي كانت بدعوه ولا بامر من النظام انذاك، ولكن كانت فما معناها كما مثل هذه الاشياء في الانتخابات، معناها قدمت العديد من الوجوه المستقله الغير منتميه انذاك للجهاز الاسلامي في انتخابات 89. اي ونحب نقول معناها هما اتصلوا بعديد الوجوه النسائيه المعروفه، ونحن الان قبلت فما برشا ناس ما كانت عندك شروط قبول شروط؟ ان اكون مستقله، أن أتكلم بكل حرية، أن يطبق البرنامج المقدم آنذاك، وأنا حضرت على البرنامج هو مازال مانوسكري يعني قبل حتى ما يتم طبع البرنامج هذاك، وكنت عندي بعض النقاشات في برنامج حركة النهضة، ونحب نقول إن البرامج الأحزاب الكل هي راهي متشابهة. إذا ما نلتزم بهذا البرنامج الانتخابي فإنه ممكن نكون في هذا الحزب. من بين شروطي فقط أن أكون حرة وأعبر على رأيي بكل حرية وبكل استقلالية، أي أن لا انضبط اوترومون دي معناها ما نكونش مطالب مني باش نصوت مع حاجه انا مش مقتنعه بها، والا نحمل فكره انا مش مقتنعه بها، وكذلك يلزم الاخرين اللي معايا اذا كان انا عبرت على فكره تخالفهم يلزم يحترموا فكرتي. قلت نهار 5 فيفري 2013 قلت كنت امثل نشازا داخل حركه النهضه، كيفاش؟ هل بالشكل بالمضمون ام الاثنين مع بعضهم؟ لا انا لا اقيم بالشكل، اقيم بالمضمون، لانه في العديد من المناسبات في العديد من القضايا الشائكه معناها اللي فيهم برشا مشاكل كنت احمل في معظم الاحيان الفكر المغاير. مثلا في قانون تحسين الثوره كان فما توجه كبير معناها كانت عدى قانون تحسين الثوره عنده اغلبيه كبيره معناها كان ينجم يتعدى بارتياح. انا كان رايي ومنذ البدايه انه هذا التحسين السياسي ربما هو لن يكون ورقه رابحه بقدر ما سيكون ورقه مكلفه للاحزاب المتواجده، لاني لا اؤمن الا بالقضاء. من يدينه القضاء فهو مدان. والكلمه في الاخر للشعب، اذا كان اليوم نقولوا السياده للشعب فمعنى هذا أن الشعب هو اللي يقول كلمته وليس اللي عنده أغلبية وإلا اللي عنده أقلية، لأننا كلنا تحت قبة المجلس واللي نمثل الشعب التونسي. كنت في أعبر على رأي ربما خارج التوجه في عدة قضايا. مدنية الدولة كنت أول من شد في كتلة حركة النهضة على ضرورة مدنية الدولة، فما أصوات أخرى تقول كما كلامي أنا، ولكن أنا يبدو ديما عندي الانيسياتيف، لأنه وقت نقول مدنية الدولة حتى مع حضور أعضاء ربما متشددين في كتلة نيابية لحركة النهضة يحتمل فما شكون يبدأ عنده إحراج باش يقول الكلام هذا، ولكن أنا كنت نقول كما قلت ما التزمت في الحملة الانتخابية التزمت به داخل الكتلة. وكنت في النقاش العام للدستور طالبت أن مدنية الدولة تكون في الفصل الثاني، وحمد لله معناها لهذه تمت في الفصل الثاني. كانت عندي معناها العديد من النقاط اللي أختلفوا فيها مع كتلة حركة النهضة، ولكن ما يقلقنيش كون يبدأ عندي رأي مغاير نعبر عليه حتى بحضور القيادات. كنت نعبر على الرأي هذايا وأتفاعل إيجابيا، ونلقى في العديد من الأحيان شكون يتفاعل مع رأيي وقد يصبح ذاك الرأي سائد فيما بعد. وهل سبق لك صوتت على مشروع قانون ولو مشروع قرار أو فصل أو بند أنت معك كتلة حركة النهضة بسبب الالتزام الحزبي الكتلة لابد باش تصوت عليه وأنت غير مقتنعة به؟ مثلا صندوق التعويض، مثلا في صندوق التعويض في صندوق التعويض بالطريقة التي مر بها آنذاك ما عنديش تصويت على صندوق التعويض، مع أني أؤمن إيمان قاطع بالعدالة الانتقالية وضرورة التعويض لكل معناها الناس اللي تعبوا واللي تنفوا واللي تقساوا واللي خرجوا من خدمهم التعبين، ولكن نقول تتم الدراسة حالة بحالة ويكون ذلك في حدود ميزانية الدولة ويكون ذلك ربما في وقت لاحق ويكون ذلك فما الناس عندها أولويات سنة. كنت نؤمن بأن العدالة الانتقالية هي اللي باش تكون الفيصل في هذه القضايا. شنو التعليق على الكلام اللي قالته زميلتك في الكتلة، زميلتك السابقة النائبة فطوم عطية، اللي قالت وأنك سبق وهددت بالانسحاب من حركة النهضة من كتلة حركة النهضة بسبب معناتها مطالبتك بوزارة المرأة؟
بالوزاره فرد مره وزاره هي في كلامها ما قالتش هكا، ما هي احتمال التاويلات ولا كيما هكا. هي شنو قالت سعاد عبد الرحيم مبتزه لحركه النهضه وضاغطه لحركه النهضه من اجل الحصول على رئاسه لجنه، وهددت بالالتحاق بنداء تونس. انا جاوبت انا ذاك وقلت انا رئيس لجنه منذ فيفري 2012، نداء تونس انا ذاك مازال ما توجدش. ما على المستمع الا انه يبين بين الغث والسمين، معناها بين الكلام الصحيح والمش صحيح. انا عمري ما طلبت بشيء، بالعكس في الوزارات العديد من قيادي حركه النهضه حكاوا معايا فيما يخص الوزارات، فيما يخص الوزارات تحكيوا معك الصحه في فما في يخص وزارات، ولكن كانت لا تعنيني، لانه انا قلت يعني اذا كان انا باش ناخذ منصب اتموقع في اي موقع إن كان، فلن استطيع ان افيد لا حركه النهضه ولا ان ابلغ الرسائل اللي انا حبيت نوصلها مثل ما ابلغها وانا نائبه عن الشعب في كتله حركه النهضه، لانه كانت عندي رسائل معينه. انا كنت نقول اني انا مستعده باش نخدم بلادي من اي موقع، ورنهار اللي نويت باش نكون مع حركه النهضه ما كانش ذلك من اجل منصب. وانا رديت على كلامها وقلت الله يسامح المراه هذيا، ما نعرفش من جيت. بون هبطت راي هي فيما بعد تصحيح، وقالت راني انا ما قلتش، ولكن قلت اللي هي ضاغطه على حركه النهضه وما قلتش مبتزه، يعني فما تغيير، هبط التكذيب. وفي ما كانش تكذيب بقدر ما كان فما تصحيح لمعلومه، على انه برشا كلام هي ما قالتوش. وطلبني حتى السيد مدير الصحيفه طلبني، ومنها وقدم اعتذاره انذاك. بالنسبه لتقييمك الاداء النسوي داخل المجلس الوطني التاسيسي كيفاش تراه؟ وبالاساس اداء نساء حركه النهضه. فيما يخص الاداء عموما، ديما نقول ماذا بينا نشجعوا الاداء النسبي داخل البرلمان. اكيد مش كما اول نهار بدينا كما توا، اكيد كونه التجربه عندها قيمه كبيره، اكيد كونه كلنا نخطئ ونسيب، كنا قد تكون فما مداخلات ضعيفه، قد تكون مداخلات جانبيه، وقد تكون مداخلات في الصميم. عموما نحب نقول بان فرحانه برشا بتواجد نسبه معينه من النساء داخل المجلس، لانه هي مطالبه باش يكون تدخلها قيم وتثبت انه قيم وهي امراه، معناها كانت ليفور دوبل بالنسبه بالمقارنه مع الرجل، وكانه هي مطالبه باش توري اللي راهو هي قادره باش تكون في تشارك في الشان العام، كون تقول معناها تملى كرسيها في مجلس الوطني التاسيسي. ولكن اللي نحب ناكد عليه وانه نسبه الحضور النسائي هي اهم نسبه، نسبه النقاشات كذلك في الكتله او خارج الكتله، نقاشات دائما نسبه كبيره من المتدخلات في كل الكتل هي تكون من النساء. العمل البرلماني كذلك، ونهار اللي يهزوا الملفات ويمشيوا يطالبوا القضيه الفلانيه والمترو اللي باش تعدى من هنا وما نحبوش يتعدى من هنا والعمال المناوله، ديما نرقاو نساء. كي تمشي الوزاره عندك ملف معين، ديما نرقى زميلاتي في الوزارات تحاول ان تحل المشكله، تحاول انها تقضي قضيه للمواطنين نتاع الجهات نتاعهم. وبالتالي اقيم انه عمل النائبات ايجابي وايجابي جدا، وبكلنا قاعدين نتدربوا على هذا العمل، وبكلنا قاعدين نتدربوا على الديمقراطيه التشاركيه، وبكلنا نتدربوا. يحتمل نغلطوا في بعض الاحيان، ولكن قادرين باش نتطوروا وقادرين باش نصلحوا. شنو تقييمك لاداء وزيره المراه السيده سيهام بادي؟ كيف تقييم للسيدة الوزيرة، أنا ما عنديش كل المعطيات. احنا طالبنا بكتيب في إنجازات الحكومات اللي تقدمت في الحكومة الأولى والحكومة الثانية، حبينا نعرفوا معناها شنو بالفعل اللي تم إنجازه. أقدر وأنه أنا شخصيا كنت تقدمت سؤال حول شنو اللي عملت الوزارة للطفولة المهمشة، وكانت جاوبتنا وقتها أنا ذاك برد كتابي في شنو اللي عملت. ممكن هنا نخلي الخبراء على اعتبار وأنها زميلة، ونخلي الخبراء هم اللي يقيموا الأداء. تقييمك الأداء الحكومة الآن بعد خروجها حكومة السيدة علي العريض، فما شكون يوصفها بالفاشلة، فما شكون يوصفها بالشجاعة كونها تركت السلطة هو ما يحسب لحكومة السيد علي العريض أنها تركت السلطة بكل ديمقراطية وبكل حب وبكل حرية، هذا يحسب لها. صحيح أنه الأوضاع كانت صعيبة باش نجموا نراو الإنجازات، لأنه إذا كانت تكون عندي نسبة نمو 2% رانا ما نجموش نحسوها، هذا ما تنعكسش على الواقع، ما نراوش اللي فما، لأنه يلزم تكون النسبة أكثر من 4% باش تخلق مواطن شغل. ولكن إذا كان نمشيو بالأرقام المتواجدة رسميا،
نقولوا فما تطور في النمو. صحيح قلنا كما قلنا فما مشاكل ولكن فما انجازات. انا نتابع في المشاريع على مستوى الولايه، فما مشاريع قاعده تنجز ولكن فما كانت مشاريع معرقله ولم كانتش العرقله هذه ناتجه عن الحكومه، انما العرقله كانت ناتجه على بعض القوانين. مثلا لابيل دوفر، مثلا باش يعملوا كياس معين حتى ولو 20 متر يلزم ديزابيل دوفر ويلزم المقاول هذا وهذا. شفت مثلا في المساكن الشعبيه لين احنا معناها لين خرجت الحكومه وفما بيدجي مرصود للمساكن الشعبيه ولكن ما فماش شكون معناها الدوفي اللي جاء انذاك ما تنجمش تقبلوا الوزاره لانه كان مشت جدا، اي انه فما عراقيل حقيقيه وفعليه. نقيم أنه حاولت الحكومة، حاولت أن تنجز، حاولت أنها تقوم بدورها، ولكن نعرف فيما برشا ضغوطات. نذكر زاد لأنه المدة طوالت، لأنه هو كانت الانتخاب لمدة سنة وبعد مرور السنة الشرعية وكأنه بدأت في التآكل، وبالتالي كانت هما محاسبة كبيرة للحكومة وكانت العيون كلها مفتوحة على الحكومة على أداء الحكومة آنذاك. ولكن نقدر وأنه احنا شفنا عدة قوانين كانت كما قانون الوظيفة العمومية، نسبة كبيرة كذلك من يعني تم تشغيلها بحكم قانون الوظيفة العمومية. مثلا فما حتى القوانين الاستثنائية للانتداب، يعني تعرف قبل في الوظيفة العمومية فما عمر معين، ولكن وقت اللي خذينا برشا وزارات خدمت بسنة التخرج ولا عمر انذاك، اي انه فما قوانين الحقيقة اللي تم اعتماده وتم تطبيقها مع كذلك بعض الانجازات حتى داخل الجهات وفي الولايات اللي نستناو ان شاء الله يصدروا في الكتيب اللي سمعنا وانه بصدد. لكن فما اللي شكون يقول معناتها يشكك في المعطيات هذه ويقول هالتعيينات هذه كلها وهل القوانين ولا القرارات اللي تعملت كلها تصب لفايت نشطاء حركه النهضه. لا مش في التعيينات، انا في الانتدابات، انا ماني حكيت على الانتدابات اللي وقتها قانون اللي يقول يقع انتداب 30,000 مواطن تونسي، وهذه الانتدابات بكل شفافيه، اي انه الدوسي باش يكون سيغ انترنت وكل واحد اذا كان تقبل واحد متخرج قبل من الاخر راه باش يعرف لانه الملفات الكل موجوده متواجده على الانترنت. ولكن فما بعض التعيينات كما اي حكومه كما توا مثلا الحكومه الجديده هذيا اكيد كون المستشارين ولا اللي في مواقع معينه باش تزيح اللي تعينوا من قبل وتحط مستشاريها، معناها هذيا متواجد. لكن عدد المستشارين فاق عن الحد، فاق المعقول معناتها. دفعه واحده السيد مهدي جمعه الاسبوع الماضي نحي 17 مستشار تقريبا في رئاسه الحكومه. في رئاسه الحكومه، في رئاسه الحكومه يحتمل، انا ما عنديش فكره الحقيقه على العدد هذاك، ما عنديش فكره على قداش يلزم يكون وعلى قداش متواجد، ولكن اللي نعرفه انه كل وزير كي يتواجد يكون اونتوري بالمجموعه اللي باش تخدم له البرنامج نتاعو يحتمل واللي يثق فيه. اي انه مستشار يتم عزله هذا معقول، ماني مقبول جدا، ما يشكلش اشكاليه لانه معروف انه كل وزير راه باش يحط المستشارين مستشارين خاصين به. وشنو موقف كتله حركه النهضه من المطالبه بتطهير ما يسمى بتطهير الاداره التونسيه من التعيينات الحزبيه؟ اذا كان تم التعيينات على اساس حزبي انا معاك كونه هذا يتم كشفه. فما ميزنش نخلطوا بين تعيينات على اساس حزبي وبين تعيينات النسبه معينه متمتعه بالعفو التشريعي العام، لانه الخلط يحتمل اللي قاعد يصير وكما قلت معني الفكره متواجده حتى في عائلاتنا حتى في اقربائنا. مثلا كي تجي واحد يقول لك راهو فلان ما خدمش، مي عينوا جماعتهم ولا هاو عينوا اقربائهم ولا عين شكون. فما تعيينات تمت للناس المتمتعين بالعفو التشريعي العام، وهذه فما تعيينات بمقتضى قوانين والقوانين صادق عليه المسبق التأسيسي. ولكن التعيينات اللي احنا عندنا اشكاليه فيها هي تعيينات اللي ناس ما عندهمش عفو تشريعي عام وفك بليس اصحابهم، يعني هذه الحقيقه عندنا فيها اشكاليه، وماذا بينا اذا كان تمت نعرفوها تتكشف ونعرفوها. انا مع كونه اذا كان تمت تعيينات على اساس موالات حزبيه ان يتم الكشف عنها. السيدة سعاد، يبدو أنك أنت النائبة الأكثر معناتها اللي قربت أكثر للمجموعة السلفيين، وكان ذلك بمناسبة إضراب الجوع اللي خذوه في ديسمبر 2012، وكنت حتى الصور تتصورك معناتها موجودة في وسطهم تتفاوض معهم. كيفاش تراهم الناس هذوما؟ هو انا ذاك انا كنت عملت مداخله في مشروع التأسيسي على اثر وفاه زوز من سلفيين، لان ذاك كانوا في
في سجن المرناقية. والحقيقة معناها تألمت برشا وقمت بزيارة وتألمت برشا الوضعية اللي عليها السلفيين. على شنو تألمت؟ تألمت أنا ذاك لأنه فما إشكالية ولكن احنا مانيش سامعين بها. احنا ماذا بينا كيف تبدأ فما إشكالية الكلنا نكونوا على بينا من هذا، خاصة في هذيك أنا كانت مفاوضات معاهم على أنه احنا من باب الدفاع عن حقوق الإنسان، أي كل واحد هو مسؤول على أفكاره، كل واحد مسؤول على ما يحمل من أفكاره، ولكن كموقف إنساني الناس قاعدة وقت عاملين، فما ناس عاملين غريف سوفاج، معناها فما ناس ماهيش قاعدة تاكل، وفما ناس معناها مش حاسين اللي راهو في طون زيرو، إذا كانت تصير شوت راهي معناها نون ريكوبيرابل، دونك ما ينجمش يسترجع، معناها إذا كان صار ديزيكيليبر في بعض المواد اللي تخدم القلب راهو ما ينجمش يرجع من بعد، معناها أنا كان تخوفي برشا إنساني أكثر منه أي شيء آخر، على أنه ماذا بينا ما يسالش طالب بحقك، هو كانت مش إشكاليتهم فما أنا ذاك سلفيين متوقفين في عدة أحداث اللي عندها 8 و9 شهر كي أنا مشيت، ومازالوا لا تحقق معاهم ولا فما حتى شيء، بطاقة إيداع وقاعدين في السجن، معني فما ناس طالب تقول لك عديني على المحكمة واللي يحكم الحاكم كاهو، أما أنا ما نعرفش على روحي عملت ولا ما عملتش، متهم باش على خاطرني مشيت، معني أنا خفت من الممارسات اللي كانت تصير قبل، على أنه في حملة معينة نلموا مجموعات ربما من غير، وصار هذا لأنه أنا فما وليد صغير أنا شفته وأنا ذاك وكان مسخفني برشا، يعني حتى كان داخل في إضراب بالجوع ومن بعد خذيب خاطرنا نهار اللي مشينا وفك الإضراب هذيك، وسمعت اللي في من بعد معناه خرج ما فما عنده حتى شيء في القضية هذيك، معناه تحفظ في شأنه القضية، ما احنا وقتك كيف مشينا باش نساندوا الناس المضربين، ما يهمنيش شنو الانتماء نتاعهم، احنا اللي يهمنا وقتها قابلنا حق عام، انا اللي اكثر وقت قعدت نتفاوض فيه مع سجين حق عام، والسجين هذا كان انا ذاك ضرب كرشه معناها باللام وكان رافض كونه يمشي للسبيطار، ويقول اللي كان يمسني واحد وانا باش نمشي للسبيطار راهو باش يضربه هو، يقول راني انا عندي كل حاجه والا راني مش كان موقف حرج جدا كيف تشوف واحد كرشه محلوله وانت تتفرج وما عندكش القدرة باش خاطر تخاف كان يهزوا، فمجموعة تقول لك راهو كان تهزوا بالسيف راني أنا باش نتصرف هكايا، وهو يقول لك كان تمسني راهو هاو فوق مني لا، يعني حتى اللي دايرين بيه ما نجموش يسيطروا عليه. وقتها يظهر لي اتصلنا بعائلته باش تحلت المشكلة أنا ذاك وباش مشى للسبيطار، ومعناها وقت اللي أنا قاعدة نتفاوض السال دوبيراسيون حاضرة والأمبيلونس موجودة لبرا. انا نخاف معني حتى على زملائه اللي معاه ما عادش قادرين باش يتحملوا اللي يشوف فيه هذاك، ولكن كان فما معناها قوه كبيره تخلي الشخص هذاك ما يمشيش. دونك انا وقت عملت الزياره راني زرت الناس الكل منتمين لمجموعه معينه او غير منتمين، توانسه وحتى اجانب كذلك شفتهم انا ذاك، وحاولت باش نبلغ اصوات الناس الكل معني الموقوفين والمسجونين واللي حتى اللي عنده 20 سنه واللي عنده طلبات معينه ولا فما شكون يحب يعاود النظر في القضيه يقول راهو عندي فما معلومه جديده وفما الاخر عمل معناها ما نعرفش كيف تتسمى الاعتراف وكيما عمل اعطاء بيان اللي هو راهو ينفي ذاك الاعتراف، ولكن ما فماش معني كنت طلبت انه نسمع الناس حتى هذيا هما فاقدين الحريه داخل السجن، ولكن يقعدوا ديما مواطنين اذا كان فما قضايا نسمعوهم ومعناها باش نحاولوا، هذا هو كان دوري بقطع النظر على شكون الشخص اللي كان متواجد انذاك. بعد الاحداث نتاع الشعبي وبعد الاحداث اللي قاعد نشوف فيها الايامات هذه في رواد وفي شفناها في حي النسيم، ما تراش كونه التقييم الاولي انت حركت النهضه لجماعه انصار الشريعه كان خاطئ من البدايه؟ هو الحقيقه فما كانت عده اخطاء في عده ميادين، ولكن اللي انا نعيب على من كان في الحكم بقطع النظر عن الاحزاب السياسيه انه كان فم تم ابلاغه حتى من عديد من النواب في المجلس الوطني التاسيسي بانه راهو فما سلاح قاعد يتخزن في البلاد، بانه راهو نردوا بالنا من فما اشياء من هذا القبيل، فما ربما انظمه خارج من خارج تونس قاعده تخطط
للقيام باعمال في وسط تونس والى اخره، ولكن ما نعرفش اسكو كان الاستماع جدي انذاك ولا اسكو تقيم بطريقه والا تقيم بطريقه اخرى. معناها احنا اللي نعيب على من كان في الحكم انذاك، وانه انا شخصيا كنت تسالت على انه هل انه السلاح السياسي اللي موجود، هل انه السلاح المتوجه للتوانسه اللي قاعد يتشد، كان نسمع فما كاميون تشدد، كان وصلني رد وانه لا راهو سلاح عابر والا سلاح للتجاره والا بندقيه صيد، ومنها معناها كانت الاجابات من هذا القبيل. يدربوا في الواحد يمارسوا في الرياضه هذيك سمعناها اوترومون، يعني حتى انا كنت قدمت تساؤل مباشر، معناها احنا رانا باش نخافوا على بلادنا اذا كان فما سلاح باش يدور، خاصه في وضعيه معينه لحدود مسيبه بحذانا معناها بلاد كيف معناها فيها ثوره وسلاح متواجد عند الناس الكل، كان عندنا تخوف على بلادنا، كان عندنا تخوف معناها على شنو اللي يدخل ينجم يدخل من الحدود نتاعنا. وكنت قدمت بالسؤال هذايا، ولكن الرد ما كانش الحقيقه، معناها توا نقيم وانه الرد كان خاطئ. البارح التقيت بالسيد وزير الداخليه يوم الخميس. هل معناتها وصلتكم رسائل طمأنها بكل جديه، معناتها كانت التساؤلات نتاعكم كلها حول مخاطر الارهاب وجديه الارهاب على تونس؟ صحيح، هو كان تخوف، هي كان جلسة استماع وتحولت إلى جلسة مساءلة فيما بعد. الاستماع كان حول تنقيح المجلة الجزائية، ولكن على اعتبار احنا زرنا بوشوشة مركز احتفاظ قبل بنهار، دونك ركزنا على المشاكل الأخرى اللي درناها في مركز بوشوشة، ولكن عديد من النواب معناها طرقوا للمواضيع هذه نتاع الإرهاب في تونس، هل فككت الشبكة أم لم تفكك. الحقيقة السيد وزير الداخلية قدم العديد من التمهيدات، معناها هو بكل تحفظ معناها هو قال الكلام، لانه ما زالت القضيه موجوده وما زالت لدى السيد حاكم التحقيق، ويقول انه معناها بعد ما تخرج الحكايه من التحقيق ان شاء الله باش تكون عندنا معناها باش ينشر المعلومات اللي هي متواجده ان شاء الله. معناها يقول اللي فما حاول باش يطمنا، وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا، معناها كلنا لازمنا نقفوا لبلادنا حكومه وشعب للقضاء على هذا الإرهاب، لأنه الإرهاب راهو لا يميز بين إسلامي ويساري، لا يميز بين قومي وتقدمي وغيره، لا يميز بين هذا وذاك، وبالتالي الإرهاب إذا كان ينخر الشعوب فإن الشعوب تذهب، وبالتالي لازمنا نحافظ على بلادنا وعلى سلامة الأنموذج التونسي، وإن شاء الله كما ثورتنا كانت رايدة ودستورنا كذلك الأشعة متاعه وصلت لكل بلدان العالم ووقعت تحيتنا من كل بلدان العالم، إن شاء الله كذلك محافظتنا لبلادنا ودعمنا لأمننا في بلادنا يكون كذلك رائد ورائد جدا. باش نعاود نحكي معك على موضوع زيارتك لزيارتكم الوفد المجلس التأسيسي للبوشوشة، لكن بعد الفاصل. زيارتكم البوشوشة يبدو أنها أزعجت شوية السيد وزير الداخلية، اللي قال معناتها كونه معناتها أعطيتها أوصاف الوضع في الموقوفين في بوشوشة كونه معناتها رديء جدا، وكيفاش لقيتوه الوضع في احنا كيف زرنا بوشوشة البارح، معناها هي اللي شفناه ربما كان منتظر انه باش نرقاو كما هذه، معناها اللي استنسنا نسمعوا الكل كان متواجد، ولكن احنا حاولنا نلفت انتباه السيد وزير الداخليه الى بعض الاخلالات المتواجده. مثلا شفنا اثار عنف على بعض الموقوفين، واكثر ما كلي صغار، معناها توقفوا على استهلاك، واكثر الايقافات كانت على الاستهلاك. رينا اثار عنف معناها موجوده، ما نعرفش، انا ديما نقول البين على من ادعى. الموقفين يقولوا العنف هذا يتم في المراكز، مراكز الايقاف، اي مش في مركز التحفظ هذاك، مش بوشوشه. وفما شكون اللي يقول لا راهم هذوكم جاوا على اثر عركه، كما نقولوا عركه في الشارع، دونك وقفوهم الناس الكل، مش بالضروره كونه التخاس البلو اللي انت شفته ولا عينه الحمراء ولا عينه الزرقاء ولا اثر شنو، مش بالضروره هذاك ناتج على اعتداء من الامنيين، وبالتالي ما نجمش نجزم بهذا. شفنا كذلك فما بعض الموقوفين اللي التخاس نتاع المنوت موجوده في دي، هذه يقول السيد الوزير لانه الكاليتي اللي ناخذوها في تونس هي ماهيش كاليتي معناها رفيعه حسب الامكانيات اللي عندنا، وحتى اللي شفناه من اخلالات مثلا في البنايه، في الانفراستركتور نتاع البنايه، في شبكات نتاع تصريف المياه ولا شبكات نتاع الضوء اللي شفناه هذاك الكل، يقول وانه محكومين بيدجي، معناها حتى المعيشه هو يلزم دينار واحد
لكل موقوف في المركز هذا. احنا انا كان تركيزي اكثر على ضروره انه يكون فما ايغاسيون، لانه احنا غادي كانت القاعات فارغه، معناها لي جيول فارغين وقتها كانوا في ليريا، في يسمى هو ساحه الانشراح في ليريا، مي تحس بالاختناق. احنا كيف دخلنا ميم با اون فانتين، مي تحس بالاختناق، كو دير اذا كان باش يبداو هما 700 ولا باش يبداو 500 ولا 600، لانه الشباب هما عامنين مراوح باش تخرج لهوا. مي نتخيل اللي راهو كحالات انسانيه، نتخيل اللي راهو سي انسيفيزون. الاخلالات اللي شفناها قلنا له عليهم، نعرفوا ديما فما امكانيات، ولكن فما حاجات اللي نجموا معناها نتجاوزوهم. مثلا فيما يخص النظافه، جرية تقعد عام كامل تتغسلش، يوصلوا بين 70 و75 ألف موقوف في بوشوشة في العام. هما يقول لك اذا كان باش نغسلوهم توا ما يشيحولناش، سورتو هما سبيسيال لازم يكونوا انفلامابل، لازم يكونوا معناها فما نوعيه معينه، ماهيش باش تكون الجريه العاديه اللي باش اللي راهو. ولكن طالبنا انه يكون فما ريزيرف، اذا كان مش بالضروره باش نغسلهم لكل فرد نهار، كل يوم مثلا كل مره باش نغسل انا في بيت، وما دام شيحت هذيك الاخر، اما يكون عنده ريزيرف، يكون عنده ريزيرف بالزورات، معناها كيف زاوره باش تعدى عليها ما نعرفش، يعني هما يظهر لي 10 بيوت باش تعدى عليكم، نقول له حتى ما نعرفش 5000 و6000 واحد كوميم، معناها انسانيا من بعد تولي تحس بانه فما اعتداء على كرامه المواطن. هذا هو، احنا مناش نخافوا، احنا ديما نخافوا من الامراض المعديه، لانه ينجم انسان يكون في وضعيه مثالش قاعد بردان نهار، اما ما تغطاش بالكدا وما تفش بالكدا، مي او موا راهو الزاوره هذيك راهي ما فيهاش مرض اللي ينجم هو ينقله من هو الغيره الغيره الغيره. احنا اللي يهمنا هي تدعيم صفة المواطنة لأي مواطن تونسي أينما كان، أبخيتو مش نرقوا برشا الناس حتى مشتبه فيهم، رقين الناس عندهم كف تفتيش، معناها عنده مشكلة ولا حتى يحتمل عنده عركة ولا عنده شيك ولا عنده ترشنو، مي هو مشى وسوى القضية هذه، ولكن مازال المنشور ساري المفعول وما تمش صحبه، وبالتالي أي دورية تعادت نجم توقفه، اي بوليس نجم يوقفوا هذيا ويعدي معناك نهار ولنهارين لين يعاود من بعد يثبتوا في الوضعيه باش ينجم يكون موجود. انت بسعاد بدينا في نقاش مناقشه الان المجله الانتخابيه، القانون الانتخابي، وعاد الحديث عن موضوع الفصل 15. شنو موقفك من المساله هذه؟ انا كان موقفي واضح ومنذ البدايه، انه اذا كان ما قلنا السياده للشعب فانه السياده للشعب عبر صندوق الاقتراع. وإذا ما ثبت تورط أحد الأشخاص في فساد مالي أو إداري أو سياسي فإن القضاء هو الفيصل بين كل المترشحين. أي أنه هذا أنا راني فيه هذايا واضحة، لأنه ما نمنش بالإقصاء، لأنه ربما من تقصيه اليوم يقصيك غدا. وربما من أهم المشاكل اللي صارت وأنه إمكانية إقصاء هذا ولا إقصاء ذاك، وربما هذا ينعكس سلبيا على المجتمع التونسي، وتقسمت حتى بلادنا إلى قطبين ديما نقولوا. احنا ماذا بينا ديما الراو التوانسة، كما ريتم أنا نهارة اللي كملنا الدستور، نهارة المصادقة على الدستور 200 صوت على 216، شفت تونس وشفت التوانسة، شفت الناس الكل تبوس بعضها وتعنق بعضها وتهني بعضها، شفت التوانسه معناها اللي فرحانين بانجاز. ماذا بينا كما انتخابات 23 اكتوبر اللي هي كانت استثنائيه لانها مرحله تاسيس ومرحله انتقاليه، احنا ماشيين الى مرحله دائمه، وبالتالي لا اقصاء الا لمن يقصيه القضاء. وبالنسبه لموضوع رابطات حمايه الثوره، معناتها غالبيه تقريبا الغالبيه العظمى من المجتمع التونسي طالب معناتها بتنحيتها، لانه فما دوله هي اللي تحمي الثوره، فما مؤسسات تحمي الثوره، لكن للاسف الشديد الى حد الان، وهو مطلب من مطلب الرباعي معناتها الراعي للحوار، لكن لحد الان فما تلكأ في حل الروابط هذه. الروابط لا تحل الا باذن قضائي. القضايا اذا كان فما ناس تقدمت بقضايا ضد المجموعه هذه على انه ادينت ولا قامت بالعنف، اذا كان ثبت عند القضاء هذا فالقضاء هو اللي عنده الحق باش يحلم. احنا كان عندنا تخوف كبير من حلين الجمعيات بقرارات سياسيه. انا كنت بنت الاتحاد العام التونسي للطلبه اللي عام 91 تم حله بقرار سياسي، وبالتالي وتم اتهامه بانه يمارس العنف. هذه اللي كانت التهمه اللي حلين الاتحاد انذاك. ولكن ربما اللي نعرفوه احنا والخلفيات ما كانتش هذه. ولكن بالنسبه لرابطات حمايه الثوره توا ديما نسمعوا اللي راهم مورطين في عنف وصار العنف، ونعرفوا نسمعوا اللي عده قضايا تقدمت برابطات حمايه الثوره، خاص معظم الاحزاب السياسيه والمنظمات والعديد.
علاش التلكؤ هذايا؟ علاش القضاء هو في يده اذا كان ثبت انهم مارسوا العنف هو الوحيد اللي عنده القدره باش يحل القضاء ويكون دون مسؤوليه. ذكرت الاتحادات والجمعيات والمنظمات، شنو علاقتك بالجمعيات والمنظمات النسويه الاخرى؟ جمعيه النساء الديمقراطيات مثلا. ما عنديش مشاكل مع الأشخاص الحقيقة، معناها كنا تقابلنا في عدة لقاءات، كان دورنا كانت لقاءاتنا حول الدستور، حول مستقبل تونس، الصورة التي نريدها لتونس، كيف نتمنى تونس أن تكون. أحترم كل الأفكار، يحتمل نختلف في الأفكار ولكن نحترمها. كانت عنا عدة ندوات كنا حاضرين فيها، بكنا ما عنديش عداء أي جمعية هي تريد أن تخدم المرأة التونسية بأفكارها بالأنموذج التونسي اللي هو موجود. ما عنديش مشاكل معاهم والحمد لله، معناها أي جمعية كانت نحاولوا ديما نتفاهموا بعضنا، قد نختلف في الأفكار ولكن هذا لا يترتب عنه عداء ولا يترتب عنه أنه راه نقول هذوكم بهم ولا هذوكم عليهم، لا مش هذا العمل الجمعياتي ومش هذا العمل السياسي ومش كما هكي رانا نبني تونس. ماذا بينا حتى ولو فما جمعيات وجمعيات أخرى متناقضة لها يكونوا زوز حاضرين، لأنه اختلافهم في إثراء، فيه ربما فكرة جديدة تتقدم للبلاد. أنا مانيش مع التصنيف هذاك راهو تبع الفلان وهذاك راهو تبع الفلتان، أنا ماذا بيا كل الجمعيات يتواجد فيها كل الطيارات، لأن هي ليست بأحزاب سياسية، هي جمعيات للعمل النسوي. قد يختلفوا في بعض النقاط اللي يتم الحسم فيها ولا يتم مناقشتها، ولكن إذا كنت تحمل فكرة معينة لا يعني هذا أنه أنا أقصيك لأنك أنت حامل الفكرة هذيك. أنا معاك كونه الناس كل نخدم بعضنا من أجل مصلحة تونس، قد يكون مثالي جدا هذا، ولكن ديما نسعى كونه نختلف ولكن نقعد أصحاب مثالش. مدام عبد الرحيم، أنت عضو في لجنة الحريات، الآن معناتها بعد الكشف على تقريب شخصين إرهابيين استخدموا النقاب لأغراض إرهابية، وعادت الأصوات من جديد معناتها تطالب معناتها بمنع أو تحجير لبس النقاب في تونس في ضوء اللي تعيشه البلاد من تهديدات إرهابية. شنو رأيك في الموضوع هذا؟ أنا أقيم بأنه أي لباس هو حرية شخصية. الظرف اللي نعيشوه اليوم، هل أنه مستعدين اليوم باش تكون عندنا قرارات كما هذا القرار؟ ولو أنه معناها أنا ديما نقول اللباس مهما كان هو حرية شخصية. صحيح صارت تجاوزات، معناها كما قلت سيادتك، معناها فما ناس توقفوا هما لابسين نقاب، ولكن لا أعتقد بأنه أخذ أي قرار اليوم راهو لصالح البلاد. واليوم بعد ما عندها تقريبا أكثر من 60 سنة على مجال الحوادث الشخصية، تسمع كونه ثم العشرات من حدوث زواج عرفي في تونس، كيفاش تنظر لها المسألة هي؟ كل ما هو غير قانوني فإنه حسب اعتقادي ودائما حسب قناعاتي فهو لا يلزمنا. فما أنموذج زواج، فما معناها زواج قانوني، هي مؤسسة كاملة عبرها باش تكون فما تتبعات، يكون فما أطفال باش يتسجلوا باش يقراوا باش إلى، معناها فما هي مؤسسة كاملة. إذا كان باش نفتيه في مؤسسة نفتيه في القانون، أنا ما نفتيش في القانون، القانون واضح وصريح ولا يفتفي. برافو. سيدة سعاد، شنو الوجهة القادمة نتاعك؟ نحن دخلنا في الربع ساعة الأخير في الانتخابات القادمة، معناتها حسب السيدة بوسرصار يقول كونه مع نهاية 2014، الوجهة القادمة نتاع السيدة سعاد عبد الرحيم، الوجهة السياسية القادمة؟ هو تتواصل العمل السياسي ولا ما يتواصلش؟ معناها هذا اول سؤال يمكن يتطرح، معناها اسكو باش نكمل في العمل السياسي؟ ولكن ديما نقول انه العمل السياسي تولي تحسه واجب، تولي تحس معناها من دورك واجب عليك مهما كان التموقع اللي انت موجود فيه انك تخدم بلادك بالمنطلق هذاك. ان شاء الله يا رب يكون دوري كان ايجابي وعلى هذا الاساس ممكن نجم نواصل العمل. معناها ديما يقعد نرجعوا لها سيادة للشعب، يعني إذا كنت رشحت في انتخابات فالشعب هو من يؤهل. على أي قائمة؟ على أي قائمة لم تتحدد الوجهة بعد. حكيت مع العديد من الشخصيات، أحزاب كبيرة وأحزاب مازال قاعدة تتكون وأحزاب كذلك أخرى متواجدة، ولكن ما تحددتش الوجهة بعد. أنت حكيت ولا هما اتصلوا بك؟
والله هي كيف خرجت دعاية معينة، وأنه ولا أنا في بعض قلت فما خرج دعاية وأنه قدمت استقالتي، وأنا لم أقدم استقالتي. كانت عندي بعض المشاكل مع الكتلة النيابية لحركة النهضة، ولكن قلت ما عادش نحضر في اجتماعات الكتلة النيابية لحركة النهضة، مع احترامي لحركة النهضة ومع شكري لها لأنهم هما أعطوا ثقتهم فيا واتصلوا بيا فيما يخص انتخابات 23 أكتوبر، وحطوني ماني رئيسة قائمة مهمة جدا اللي هي كانت تونس اثنين، وكنا تحصلنا على 3 مقاعد فيها، وهذه كان مش ثقة اللي أعطوها لي. كان كنت تقدم بقائمة مستقلة ما كانتش باش معناها، هو دعم حركة النهضة اللي أنا اللي خليني نتواجد اليوم وخليني يحتمل نعمل الكو بوليتيك معناها اللي توا نحكيو عليه هذا. ومعناها نشكرهم وأقر بأنه كم إذا كان أنا كنت في قائمة مستقلة راني ما كنتش باش نكون يحتمل متواجدة كما يحتمل كنت نجم نكون متواجدة. ولكن بالنسبة للمرحلة المقبلة قلت لك كيف سمعوا برشا اللي إمكانية أنه ألتحق بحزب سياسي، لأنه أنا ترشحت مستقلة وحافظت على الاستقلالية، يعني أنا كنت نقدم روحي نقول نائبة مستقلة في كتلة حركة النهضة. برشا ناس ما تعجبهم شيء معناها التصنيف هذا، لا انت في كنت حركه النهضه فبالتالي انت تابعه لحل النهضه وبالتالي تابعتنا معناها وما تقولش هذا. انا ديما قلت لي راني مستقله، ولكن فما امكانيه ان انتمي لحزب سياسي لاحقا بعد انتهاء مهامي، لانه انا كان عندي مع احترامي للناس اللي خرجوا من احزابهم انا كان معناها عندي التزام اخلاقي مع المجموعه اللي صوتت لي على اساس اني في كتله حركه النهضه، والمجموعة كانت تعلم أني مستقلة، وكنت ما تعهدت به في الحملة الانتخابية من مضامين دستورية هو اللي نضلت عليه ودفعت عليه تحت قبة التأسيسي. والانتقادات كيفاش تقبلوا قبلت كتلة حركة النهضة موقفك هذا؟ في كتلة حركة النهضة بيسو هو اكيد باش تصير انتقادات، اكيد معناها كي مش تقول باش تسمع ديكلاراسيون اللي راك تنجم تكون خارج كتله النهضه في المره المقبله، والا تنجم تلتحق باي حزب سياسي، قد تقلق البعض. وفما شكون يجي يستفسر معايا، وقلت انا راني لم احدد وجهتي بعد، ولكن من حقي انا حافظت على الاستقلاليه لاني تم انتخابي على اساس مستقله في كتله النهضه، ولكن مع انتهاء مهامي من حقي باش نكون في اي حزب سياسي اللي يحمل ما احمل من افكار، واللي يكون عنده برنامج واقعي، باش نركزوا على الواقعيه المره هذه، برنامج واقعي وماهوش بعيد على الانموذج الثقافي التونسي، ماهوش بعيد على يدعم قيم المواطنه التونسيه ويعمل من اجل ارساء نظام مدني وديمقراطي. قلت باش نركزوا على الواقعيه المره هذه، المره اللي فاتت ما كناش واقعيين، كنا حالمين برشا. اي كل البرامج كانت تسبح في الفضاء. تسبح لانه البرامج معناها قيمت على اساس رقمي وأرقام، ولكن الواقع كان شيء آخر. الواقع كونه كان فما ارتفاع كبير في المطلبية، هذا ينجم يعطل. كان فما احنا في أول اجتماع في يعني أول جلسة 23 أكتوبر 2011، كان سيتي لو 22 نوفمبر بعد انتخابات 23 أكتوبر، كان الاحتجاج قدام المجلس الوطني التأسيسي. يعني وكأنك مطالب منذ اللحظة الأولى أنك تنجز، وهذا كان غير واقعي. بالعكس معني باش ترقى عدة عراقيل وباش ترقى خاطر، لأنه كأنه أصبحت موجة اللي يحتج هو اللي يتحصل على المطلب نتاعو، وبالتالي احتجاجات وصلنا ما نعرفش 30,000 إضراب، 30,000 احتجاج معناها في ظرف قصير. دونك ما كانش اللي عملوا البرامج ما كانوش يقدروا وأنه المرحلة المقبلة باش يكون فيها تجاذب سياسي كبير، لأنها كانت مرحلة انتقالية، أسس تونس الجديدة أو تونس الثانية في تونس، الجمهورية الثانية. دونك كل واحد يحب يحط ويكرس المبادئ نتاعو في الدستور، أي أنه التجاذبات كانت كبيرة جدا وعشناها بكلنا مع بعضنا، ومعناها هذيك ما كانش في أذهاننا متواجد. أنت شفت معناها الحملة الانتخابية كانت اجتماعات تتعدى معناها رائعة جدا، معناها ترقى اجتماع لحركة النهضة هنا واجتماع للجمهوري في البلاصة هذيك، وكنا نتقابلوا ساعات في الحملة الانتخابية قداش مرة نتعارضوا مع بعضنا ونسلموا على بعضنا في وسط الكياس وبكلنا قابلين بعضنا. اسكو اليوم احنا باش نرجعوا كيما هكاكا ولا؟ مدام سعاد بعد ساعات انتوما معناتها توصل تروح ماضي ساعتين بعد نص الليل مجلس التأسيسي، تخدموا حتى نهار الاحد السبت، تنقلات وكل هذا، اثر شيء على ادائك كأم وكزوجه؟
واكيد راه باش يكون عنده تاثيرات. مي انا الحمد لله معناها كيف كيف زاد نحب نشكر زوجي اللي الحقيقه معناها ما لقيتش مشاكل في هذا، بالعكس معناها حتى وقت اللي انا نبدا تعبه ولا متقلقه ولا متشنجه لفكره معينه والا حتى تصويت ساعات يتعدى يقلقني، معناها تصويت معين يقلقني، كيف نروح نتشكى لهنا ديما نلقاه يستناك معناها باش يسمعك باش يقول لك ليه وما يسالش وهذيك تعدى هكايا وانت راك تقوم بواجبك وعبر على رايك غدوه هكايا. معناها لقيت الحقيقه الدعم المعنوي من زوجي، صحيح باش يكون عنده اثر سلبي على نتائج الاولاد في القرايه، أقر بهذا معناها ماهمش مش كما كانوا قبل كما هما في العامين الثلاثة هذوما، بالأخص وأنا وقت اللي بديت حملات تشويهية كبيرة وهذيك كان عندها انعكاس سلبي 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 كبير برشا على الأولاد. معناها أنا نقول كبيرة ونتحمل وزوجي كيف كيف فاهم الوضعية، مي هما يحتمل ما ينجموش تكون عندهم مواجهة حقيقية لزملائهم في العمر نتاع 14 و15 و16، معناها كأنه دائما فما اتهامات للأم، هذيك اللي كان قاسي عليهم هما. ان شاء الله ان شاء الله حتى بعض الاساتذه معناتها يحاسبوا في اولادك من خلال امهم. اكيد معناها وقت اللي باش مش حتى من خلال امهم، وقت اللي تغلط حركه النهضه في اي حاجه معناها والا تقيم على انها غلطت في حاجه، فانه واحد من الاولاد لازم باش فما نقد يتوجه له مباشره في القسم، يعني حتى ساعات قدام زملائه تلامذه واللي كان هذاك يسبب احراج كبير للاولاد، معناها حتى ساعات ولاو يحبوا يظهروا بمظهر وانه كانوا يحبوا ينسلخوا عليا وكانه هما يحملوا في افكار اللي انا ما نحملهاش. مشي لار لا مشاكل باغ اكزومبل شارك في اعلام شيك رد فعل يحتمل اذا كان ما يشاركش وقتها انا ذاك، رغم اللي هو راه ما كانش ناوي باش يمشي، مي وقتها مثلا هذايا في ولدي كانت اخته تحب تمشي، مي هو مشى معاها باش ما تقعدش اخته وحدها، ما كانش ناوي باش يشارك، مي يحتمل اذا كان ما يشاركش انا ذاك باش يولي على خاطر امه دونك انساق في التيار وكانه يحب يوري راهو حتى امي هي في كل حركه النهضه انما راهو نجم نكون انا كما بقيه انتاتي. انت عضو زاد ايضا في اللجنه نتاعك العلاقات الخارجيه. اي شنو هو تقييمك للعلاقات الخارجيه التونسيه الان في ظل حكم السيد مصف المرزوقي؟ معناتها عندنا السياسه الخارجيه براسين، معناتها قصر القرطاج ووزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه هو الحقيقة في هذا الشأن أنا ديما مع كون السياسة العامة يرسمها شخص واحد، أي السياسة العامة إذا ما رسمت برأسين فإنه ممكن نرقاو خلل في موقع ما، قد تتعارض المواقف. أنا حسب اعتقادي وأنه السياسة وهذا ما تم اعتماده في الدستور أنه السياسة في مسألة معينة يختص بها شخص يحتمل تقع بالتشاور مع الوزير والا مع رئاسه الحكومه، ولكن ان المسؤول عليها يكون شخص واحد. فيما يخص علاقاتنا اكيد كونه ما كما قلنا معناها هي في ما بعد ثوره وبعد ثورات في الاقليميه خلينا نقولوا ماهيش حتى داخليه فقط، ممكن انه صارت العديد من العثرات فيما يخص علاقاتنا الخارجيه، ولكن نحب ناكد وانه على المستوى العالمي فانه صوره تونس راهي مزيانه برشا وبالاخص في الايامات هذوما بعد المصادقه على الدستور. انا كنت حضرت ولت البارح في ندوه حاضرين فيها اجانب منظمه انسانيه معناها هذيا جمعيه انسانيه تدافع على حقوق الانسان. معناها وقت اللي هديت لها نسخه من الدستور كان باللغه الانجليزيه كانت عباره على اكبر هديه وانه باش تروح بنسخه تفهمها باللغه الانجليزيه حول الدستور التونسي، لانه اللي سمعته عليه تحب تقراه في كل الفصول، تيلمون سمعوا على الدستور التونسي اللي هو يعتبر مفخره لتونس وللعالم العربي وللعالم الافريقي، وكما سمعنا رئيس احد الرؤساء يقول ان شاء الله هذا يكون اشعاع حتى في العالم الغربي. انت لنا في حومه معناتها عندك تقريبا اكثر من اكثر من 20 سنه يدقوش عليك الباب كنايبه. فما في حالات معدوده، في حالات معدوده حتى اللي يجي عنده قضيه معناها ولا عنده فما اشكاليه ولا حاجه، وقت اللي يجيني للدار نقول له لا راهو انا راني هنا ما ناخذش الملف هذايا، جيبه لي لخدمتي مثلا والا جيبه لي للمجلس، راني وقتها نجم نسمعك بالكدا، كيف يدق الباب نحل الباب.
يقول لي راهو عندي هكا ولا هكا، نقول له مثال سامحني راهو اجاني في ناخذ موعد هاو تليفوني، اجاني في المجلس والا اجاني في المكتب، تو نجم نحكي معك. على المستوى الشخصي شنو ربحت سعاد عبد الرحيم من عضويتها في المجلس الوطني التأسيسي؟ والله يمكن ربحت محبة برشا ناس، فان برشا ناس حتى اللي ظلموني في الأول واللي من بعد اتوجهوا لي بالاعتذار، هذيك من أحسن الأيامات اللي عشتهم. كان في عديد المناسبات نلقى ناس، مثلا فما شكون فما نذكرها بالكدا وإن شاء الله تكون تسمع فيا، سيدة محترمة جدا قالت لي راني أنا من الناس اللي كتبوا عليك برشا بالخايب، وراني وحبيت نعرف اللي انت فارماسيان، حبيت نطلب الكونسي لوردر باش نعرف لادريس نتاعك باش نجيك ونعتذر لك. الحمد لله اليوم رقيت قدامي واعتذرت لك. كانت من احسن الايامات اللي نعيش معناها وقت لي جيست نتاع انصاف، ما تحاسبنيش بما لا احمل من افكار، ما تحاسبنيش بخلفيه معينه، ما تحاسبنيش وانت عامل جمله قاصصها من الاول ومن الاخر وتقول لي هاك انت قلت وقفت عند بيل المصلي. كيما حاسبوك على الدار في حي النصر مش موجوده اي انا تو سمعت بها برطمانات في لاك عليك هكا اي انا هكا سمعت على كل معناها اما بنعمه ربك فحدث، اذا كان ما عندنا هذايا رانا مش نخبيه، ان شاء الله ربي يرزقنا وربي ينوب علينا وينوب على التوانسه الكل، علاش لا؟ ربي ينوب علينا الكل. الى هنا تنتهي اعترافات هذا اليوم، الى اللقاء في الاسبوع القادم مع اعترافات جديده وسهره ممتعه.